أكد مصدر في سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي لرؤيا أن السلطة لم تمنع السياح والزوار من دخول البتراء، لافتا إلى أن السلطة قامت بتأخير الدخول للمدينة الأثرية للتأكد من الوضع داخل المنطقة وخلال الأحوال الجوية السائدة. وبين المصدر أن مدينة البتراء السياحية تشهد تدفقا كثيفا للمياه في موجات المطر بسبب موقعها بين عدد من الجبال التي تصب جميعها ما يصلها من مياه في مدينة البتراء السياحية التي تقع في منطقة منخفضة. وأشار إلى أن ذلك استدعى تأجيل السماح بالدخول إلى المدينة إلى حين التأكد من الوضع والسلامة العامة للزوار داخل المناطق السياحية للمدينة.